ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الليلة معي بشارة لكم وخبر سيفرحكم بخصوص صرف المرتبات، والخبر يقول: عاجل وهام، صنعاء تكشف شردين غير معلنين بالاتفاق الأخير مع السعودية، أحدهما صرف المرتبات. وإلى التفاصيل. كشفت صنعاء اليوم الأربعاء شروطا جديدة وغير معلنة بالاتفاق الأخير مع السعودية، وأفاد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري في تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق تضمن أيضا البدء بتنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق الأممية وعلى رأسها المرتبات، إضافة إلى تجاوز أو عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية لعرقلتها باعتبارها ركائز أساسية للتهدئة والسلام، واستمرار المماطلة فيها وتجاهلها قد يؤدي إلى انزلاق الوضع بالإقليم نحو مسارات مجهولة. وكان المبعوث الأممي اليمن هانز جروندبيرغ أعلن في وقت سابق الثلاثاء نص اتفاق من أربعة بنود وافقت عليه صنعاء والرياض. وأبرز تلك البنود التي نشرها رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: إلغاء إجراءات التصعيد الأخيرة من قبل مركزي عدن، وفتح مدار صنعاء إلى وجهات جديدة، إضافة إلى تكثيف رحلات الأردن. ناهيك عن الاتفاق حول البدء ببدء مناقشة تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية. يذكر أن السعودية أقدمت بإعاز أمريكي خلال الأشهر الماضية بخطوات تصعيدية تجاه اليمن، منها استهداف الجانب الاقتصادي ومحاولة إغلاق البنوك في المناطق الحرة وعرقلة الاتفاق على القضايا الإنسانية بين الرياض وصنعاء بهدف ثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة. ويأتي الاتفاق بين الرياض وصنعاء بعد تراجع السعودية عن خطواتها التصعيدية الأخيرة تجاه الشعب اليمني، بعد أن حذر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي النظام السعودي خلال الأسابيع الماضية لأنه لن يسمح بمفاجمة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني الذي يعاني أصلا منذ 10 سنوات جراء العدوان السعودي الأمريكي على البلاد، فارضا معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء والبنك بالبنك. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.